البيت وشفت الخراب انا ما بقدر بعمل شيء. يئست. شو بدي بعمل؟ شو بدي شيء؟ جيت على هالبيانو وقعدت وبلشت دق، وانا وعم دق هيك بلشوا هني ينطفوا ويرتبوا، ما لقيت الا اشخاص كتار اجوا يساعدونا وينطفوا ويعملوا. انا كاني بغير عالم قاعده وعم دق، عنا رساله بدي اوصلها، انه ما تيأسوا. هالشي مرة واثنين وثلاثة صار معنا وقبل بلبنان، وكل مرة امنا، وهالمرة كمان ان شاء الله لبنان بيقوم. بالتسعينات صار انفجار رهيب، وانا حسيت هيك هالمرة باحباط وبيأس، انه شو كل مرة بنتخرب وبنخسر وبنعمل بنرجع منبلش. هالمرة انا ما بقى فيه، بقرب هيك من جوزي يمسك لي ايدي مثل العادة، قال لي ماي بلشنا الطريق سوا، ننهيها سوا.